بعد هذا البيان ردود الفعل ما بطاتش حمزه بعد انهم فسروا علاش الخط هذا فيه مشكل. البدايه برده فعل السيد النائب عن جهه باردو سي ظافر الصغيري. لقينا الاخبار باستغراب شديد، اشغال الرافير ما هيش معطله على مستوى باردو، لانه فما اتفاق ما بين المجتمع المدني في باردو، كان حاضر فيه السيد معناه المعتمد لول المكلف بتسيير ولايه تونس، والسيد معتمد باردو، والسيد كاتب عام بلديه باردو، وكوادر شركه ارافير، والسيد مدير عام معناها الرافير. الاتفاق كان انه دونك الاشغال تستمر وتتعمل بصفه عاجله استشاره مواطنيه في باردو، نستشير فيها المواطنين على الطريقه اللي يحبوا بها الرافير تتعدى في باردو. وعليش هذا الخلاف؟ لأنه يعني حسب الصورة الموجودة في موقع رافير بوينتين الخاصة بالخطوط اللي باش يتم اعتمادها في هذه المنظومة، ثم الخط دي اللي هو بالأحمر يشوفوا فيه اللي يشاهدوا فينا في اي اف ام تي في، الخط هذا يشق مدينة باردو وهو من العاصمة في اتجاه منطقة منوبة وبالتحديد القبعة. ثم معارضة من أهالي باردو لمرور هذا القطار عبر المدينة، واللي شق حمزه الخصه نتاع باردو، يعني قلب الخصه، في قلب الخصه باش يقول خص الخصه نتاع باردو. نزيدوا اكثر ايضاحات بخصوص معارضه اهالي باردو باش يقسمها على اثنين، باش يقسمها على اثنين، هذيك المشكله يعني. هذا باش يوضحوا لنا سي ظافر. خلينا نكونوا متفقين، راو اذا كان القطار السريع باش يتعدى بالطريقه اللي موجود بها حاليا فانه باش يقتل المدينه، وباردو في حالتها اللي نعرفوها فيها راو باش ننساوها الى الابد. الرافير باش يتعدى، دونك ما عادش فما باساج، ما عادش فما موبيليتي، ما عادش فما حركيه ما بين باردو الجنوبيه وباردو الشماليه، وهذا اللي هو مرفوض جمله وتفصيلا، وراو المنطق زاده والعقل السليم لا يقبله. اليوم انا اذا كان باش نحل اشكاليه النقل، واحنا نعرفوا اشكاليه النقل العمومي في تونس باش تحل الاشكاليه، لازم كيف تحل الاشكاليه ما تخلقش اشكاليات اخرى. والحل موجود، انك تعدي القطار السريع من باردو عن عبر جسر كيما تعدى في برشا مناطق في العاصمه، وما عطلش الحركيه المروريه نتاع السيارات ونتاع المواطنين. وهذا محل خلاف المتساكنين مع شركة الرافير. نذكر من شركة الرافير هي المتعهدة حمزة بأن تحط السكة متاع التران هذايا، فيما بعد تسلموا لي شركة السكك الحديدية اللي هي تقتني القطار وتقتني وتمشي المشروع. لكن المشروع اللي هو مقتنى القطار في الدبو كليت والغبرة فوالا. توا المشكل هو في الخط دي هذايا باش يتعدى عبر مدينة برد. انا حاولت الاتصال ما سمعتش كلامك، انت كنت بيسيميست. انا توا نتفق معك معك ما كنتش من خصوص على متداخلين. كلمت سي لطفي شوبة اللي هو مدير عام لشركة ارافير، وهو في اجتماع ما تحصلش عليه، لكن مصدر من وسط الشركة حمزة اللي فسره لي التمشي نتاعهم، ويمكن هذا المساج يوصل للمتساكنين برضو مهم جدا. قالوا احنا توا مواصلين في ان نعمل الاشغال بصفة وقتية، انه التران باش يتعدى الفوق، دونك يتعدى الفوق باش يشق الخاصة، لكن بصفة وقتية. كيفاه ما فهمتش هذه؟ معناتها هما باش يعملوا قنطره ولا؟ مش باش يعملوا قنطره في الوقت الحالي، الاشغال اللي ماشيه ما فماش قنطره. ما فيهاش قنطره. ما فماش قنطره. وما الاتفاق اللي تعمل مع ما تعملش اتفاق. ما تعملش الاتفاق اللي تعمل مع الاهالي انهم باش يعملوا استشاره. معناها هما كانوا مجتمعين مع السيد المعتمد باردو سي لطفي بن عزيزه، نشكره تحصلت عليه. قال لي فما واجب التحفظ نجمش يحكي. الشركه كيف فما مصدر منها اكد لي انه الماشيين فيه هما كانوا عندهم اجتماعات مع الاهالي، الاتفاق انه باش يعملوا استشاره باش يعرفوا شنو اهالي باردو يجي، لكن جاء قرار السيد رئيس الحكومه اللي قال لهم لا ارجعوا المشروع. القرار نتاع رئيس الحكومه يقول باش نعملوا مشروع، لكن كيفاش باش تعملوا ما فماش التفاصيل في وسط البيان نتاع رئيس الحكومه. مصدر من الشركه قال اللي احنا ماشيين في اتجاه حل وقتي، انه ترامب باش يتعدى من فوق في انتظار انه القرار ماهوش ينبع من شركه الرافير، لازم هو قرار حكومي. علاش حمزه؟ لانه كي باش تعمل قنطره من فوق ثم مشكله الفلوس، وتغيير المشروع والدراسات و و و هذا مشروع. وهذا المعلومه تحصلت عليها، الكلفه الاضافيه لهذا هي 45 مليار. معناها المشكله نتاع مدينه باردو على علاقه بالرافير هي 45 مليار باش يعملوا التران يولي يتعدى بجسر من فوق. كانوا نسمع التدخل الاخير من السيد سي ظافر الصغير اللي هو يحكي على هذا الحل.
راهو الحل الاخر اللي وصلنا له هو انه ما يسالش يا سيدي، خليه يتعدى توا فوق الارض وقتيا مده عام عامين ثلاثه، مش ما نعطلوش، ولانه كملت الاشغال في شيره منوبه والقبيعه، وخليه يتعدى. وهذا هو الاتفاق، يتعدى في رحلات قليله خلينا نقوله. في الانتظار لازم فما استشاره للمواطنين ويتم الاتفاق وتعهد الدوله في اطار يتعدى على جسر. المهم لا فيرسيون فينال اللي باش تقعد لعشرات السنين والاجيال القادمه هو انه القطار السريع يتعدى على جسر في باردو ولا يقتل المدينه. راي المشكله الوحيده موجوده هو الاستشاره هذه. الاستشاره هذه اللي تم الاتفاق عليها حتى توا نستناو فيها، لكن جي هنا السيد قرار السيد رئيس الحكومه باستئناف الاشغال، استئناف الاشغال في اتجاه انه الترام باش يتعدى من فوق، دونك باش يشق الخاصه، عدد السفرات باش يكون محدود. الشركه تقول انه هذا الحل الوقتي، ويأكدوا على انه وقتي، باش يمكن من انه عديد المواطنين يحل لهم مشكله النقل في اتجاه منوبه، وفي نفس الوقت يعطيوا تطمينات هذه برضو انه هذا الحل الوقتي لن يدوم، ونحن في بلاد انه المعروف بروفيزوار وحتى البروفيزوار ما فماش، هو معناها ما بون، وحتى البروفيزوار ساعات ما فماش، مي بون الحق ياسر يعني. في الاجتماع نتاع رئيس الحكومه في علاقه بهذه المشاريع، الاذن بالعوده فورا هكا ولا ما هذاك النص مكتوب هكا لهذا المشروع، ولكن في الاثناء الفورا هذه ايش معناتها؟ يعني يخدموا كيما عندهم في البلانيت المفروض هي في البلانيت، هما اجتماعات مع الاهالي عبر السيد المعتمد رئيس الكاتب العام البلديه، الممثلين عن مدينه باردو، كان الاتفاق شعملوا استشاره، هات نعملوا استشاره لجماعه باردو كيفاش يحبوا التران يتعدى. يجي ما كانت هذا في اتجاه انهم يعملوا الاستشاره، يجي قرار رئيس الحكومه باستئناف الاشغال، وهل هذا يمنع انه تصير الاستشاره؟ اللي حسيته حمزه مع عديد المتدخلين انه قرار رئيس الحكومه خلى الجميع في التسلل، مش عارفين، وكانه ثم بروسيسوس ماشي فيه في اتجاه يلقاو حل وسط. يجي قرار رئيس الحكومه يمكن ما تمش التفسير بالقدام نتاع قرار رئيس الحكومه. هو زاد هو زاد الغريبه، هو واقف من 22 وانت تستناو في توها اخر 23، اي وقتاش باش يرجع، وقتاش باش تصير هالاستشاره؟ وما هو ذيك هو كي يقرر استشاره، ما تنجمش تقرر استشاره الجمعه الجايه مثلا، بعد 10 ايام، بعد 15 يوم، شنو استشاره عندك قداه وانت باش تعمل استشاره وما عملتهاش؟ يا اخي المفروض ثم دوله واحده وتنسق بين الاجهزه نتاعها، مش السلطه المحليه ممثله في المعتمد الان في غياب رؤساء البلديات هم اللي يقوموا بدور المفاوض الوسيط مع الاهالي مع السكان، لانه زاد ثم راي نتاع السكان يحترم ولكنه ليس النهائي، ثم المصلحه العامه اذا تبدا مدروسه بطريقه تقنيه وقانونيه، ثم طرق ووسائل تتصرف بها الدوله حتى لا تتعطل المشاريع لرغبه فلان او شهوه فلتان. لكن انت مختار تتصور ساحه باردو الخاصه نتاع باردو عندها بعد رمزي، بعد تاريخي، الساحه هذيك يشقها التران، والتران مش مترو، معناها المترو تنجم تتعدى على السكه، التران موجود، المترو موجود في النطاق، بغض النظر على انه الرمزيه نتاع خاصه باردو راهو في المثال الطريقه اللي موجود بها الاصلي لي ريفير، راهو كيما قال لك سيشق يعني ما مخ ما عادش تنجم تتعدى، يعني الطريقه هذيك الكل باش يولي فما عباره قنطره غاديك بيتون، ولكن منا ومنا المدينه ستقسم. ها شوف كي تقول لي انت المصحه العامه، ما هو هنا نقول لك انا يسلم لي هندسه هذه الهندسه، هذيك اللي جاي يسلم قرايته، هذيك اللي جاي قلت لك مشروع معلق ومازال استشاره يعني يحب يعملوا استماره على السكان، استشاره مواطنيه باش مواطنيه باش يعطيو رايهم، لكن من الاول كما قلت انت من الاول شنو وصلنا لغايه؟ يا اخي تعرفوا انتم بطحه باردو وبعد اسمها خاصه باردو، كانت بطحه قبل وقت كانوا البيات، والبطحة الشهيرة اللي وقف فيها علي بن غذاهم بعد الثورة وجابوا وقفوه غادي في بطحة باردو عندها رمزية، وضحية باردو هي مكان السلطة في القرن التاسع عشر وفي حتى البدايات القرن العشرين، كيفاش المكان معلم كما هذا تصير في ذلك في تلك الحاله تو الان انك تعدى قدام باردو وتقول حسره على باردو، يعني لا خصه ولا بطحه ولا منظر، وزيد عليها يوم غدوه كان تعمل فيها انت حيط للترام. الصوت امانه لاني ما تمكنتش من توظيف سي ظافر صغير، توجه بنداء مباشر السيد رئيس الجمهوريه باش يتدخل يفض هذا الاشكال، قال نتمناو انه السيد رئيس الجمهوريه ينظر في الموضوع، والمشكل كل حمزه المشكل لخصوها
45 مليون دينار، هاد 45 مليار باش نعملوا قنطره ونتعدلوا. راهو المشكل لي ريفير راهو بوغاز نتاع فلوس، راهو مش مشكل 45 مليار، لي ريفير بوغاز نتاع فلوس، راهو حفره تحط فيها في الفلوس. المفروض المشروع بدا 2008، المفروض يوفى في 2015. اي معناها المفروض التكلفه نتاعو كانت ما تفوتش 800 مليون دينار، توا تجاوزنا ال 1400 مليار. قداش من كيلومتر يخدموا توا فيه؟ هذا توا دو ليني اللي يخدموا، اللينيا اللي دشنت ما عندهاش برشا، هذيك اللي تخدم اللينيا او ظهر لي، وفما ليني ا هي نتاع البونليو سود نتاع بضعه كيلومترات يخدموا ب 1400 ومازال زيد الماء زيد الدقيق. واضح، شكرا جزيلا. مرحبا. امين. أعطيه 45 ألف مليون دينار. أيها المختار خلك حكاية فارغة، حكاية الكل 45 مليار ونسكروا بيهم المشكلة. هو رجل متفائل، هو تحبنا إسباس فرونكوفوني عنده الفلوس. لا عليه والله، أنا فما تساؤل إن شاء الله نعمل فيه مهمة. كل عواصم العالم فيها قطاع، فيها متروات أنفاق، كان تونس أخي أحنا نجموش نعمل مترو أنفاق يجي مستثمر يخلص منه فيه. مترو فوق الانفاق، احنا فوق الارض، فوق الارض، ننفقوا برك، ننفقوا برك. شكرا جزيلا للجميع، شكرا مخ، شكرا ملاك، شكرا حسين، شكرا امين، شكرا لكم على حسن المتابعه. شيمة في الميتيو ونيسة في الاخبار، يومكم سعيد، الى اللقاء.